احنا هنا عندنا العقل الأحادي هو بالضرورة بيتحول إلى عقل مسطح. طبعا طبعا، وده جزء دي طبعا ملحوظة مهمة جدا. هو العقل الأحادي هو عقل مسطح، لأنه في الحقيقة هو ابن لتصور واحد، يعني العالم هو ابن الفكرة ثابتة، هذه الفكرة بتبقى غير قابلة للتغير. هو أصلا العقل الأحادي هو بيكره فكرة التغيير، بيكره فكرة التحديث، وبالمناسبة ده بيبقى ليه انعكاسات على الواقع الاجتماعي، وبل ليه انعكاسات على الواقع السياسي، على الواقع السياسي. ازاي يا فندم؟ يعني أقول لحضرتك السياسي والاجتماعي، ازاي؟ وفي لانه في سؤال مهم جدا يمكن بيترجم على هامش اجابه حضرتك، في فكره انه بيرفض التغيير لما حدث تحديث وتغيير حقيقي في المجتمع وفي حركه بناء وتحديث طبعا للمعادلات، هو ده اللي انا فهو قصدي. بدا يبقى مش قادر يتقبلها. طبعا فلما في مثل بنقوله في اكتر من لقاء، فلما انت عملت بنيه تحتيه فقال لك وانا هاكل طرق كباري، نعم ما هو نعم هنا ده نتاج العقل طبعا المسطح اللي رافض للتحديث. بس ازاي تجلياته سياسيا واجتماعيا؟ نعم ان مثلا ان الموقف من مشروعات التحديث اللي هي مثلا بتنهض عليها الدولة المصرية في لحظتها الراهنة، او في خلال في سياق ال10 سنوات الماضية او ال11 سنة الان الماضية، هتلاقي ان في حالة رفض. الرفض ده بالمناسبة احيانا بيتحول الى رفض مجاني، يعني رفض مجاني بمعنى ان هو رفض تقدر تقول عليه ان هو رفض من يعني دون ان نفتح النقاش حول اي شيء، هو رفض مسبق. هذا الرفض المسبق جزء اساسي منه هو النظر الى العالم من زوايا ان اي تغيير يحدث هو محاولة لتكسير هذه الايقونات القديمة، هذه التصورات القديمة، وبالتالي انه التغيير بالنسبه له هو تغيير شرير طول الوقت. طبعا، وان في هواجس التغيير، فيما يمكن ان نسميه بهواجس التغيير. وطبعا الامر ده مركب جدا، يعني بتنهض مثلا بتلعب في دور مركزي بتلعبه مثلا فكره الشائعات، يعني الاشاعات مثلا دي فكره رهيبه جدا في هذا المسار. يعني ان مثلا تلاقي ان تصبح الشائعه بتقود ما يسمى العقل العام، والشائعه دائما بتخضع لحاجه اسمها الخيال الشعبي. يعني تجد ان مثلا بمناسبه، يعني تلاقي ان مش بس تطرح اسئله استنكاريه هي ساذجه في الحقيقه، زي من قبيل مثلا الكلام حوالين فكره مشروعات التحديث وفكره التنميه وفكره البناء وتطلعات الجمهوريه الجديده في اللحظه الراهنه، ينظر اليها دائما بحاله من حالات الريبه وحاله من حالات القلق والهواجس، ويصبح اي شيء مهما كان ايجابيا يتم محاوله شيطنته والنظر اليه من زوايا اخرى. وبالمناسبه بتلاقي ان ده مش بس بيتشارك فيه يعني بيتشارك فيه فكره الشائعه، انا مش بتكلم على الشائعه كمان بالمعنى الكلاسيكي القديم، ده انا بتكلم على شائعه ممكن تنهض من مراكز ابحاث بالمناسبه، ممكن يعني بتبقى وراها مراكز ابحاث، مخابرات ممكن احيانا تبقى وراها اجهزه استخباراتيه، بتبقى وراها دول قائمه ومستقله بذاتها، ممكن يبقى وراها منصات اعلاميه، منصات اعلاميه حتى، وده وانجرار كل هذا الطوفان على بقى ايه، منصات السوشيال ميديا اللي هي طبعا بتبقى في الغالب بتلعب هذا يعني ما يسمى رأس الحربة في هذا السياق.